مرحبا بكم في دنيا الخواتة في المطبخ. اليوم غنقدم لكم تيراميسو بطريقة ديالتي، يعني ماشي بطريقة طليانية. الطليانية كيديروها مختلفة بزاف. اليوم غنحتاجو هذا البسكوي، هذا هو تاع تيراميسو، موجود في اي بلاصة تكونوا على كايا. غنستعمل الجبكيات. كنحتاجو هاد الفرماج، هذا ماسكاربوني كيتستعمل في فاسميتو. هذا هو ديال انا، هما ما كيستعملوش كريم فريش ولكن انا كنستعملو، كنطربو كنديرو معاهم جوج بيضات. وكنستعمل 3 معالق ديال السكر. وكنحتاجو شوكولاته غبره غير للتزيين. وانايا يعني كما قلت لكم هذه الطريقه ديالتي، كنضيف الشوكولات محكوك يعني في الطبقات. كيجي منين اي شوكولات عندكم كتستعملوا كيجي منين. وكنحتاجوا قهوه، هما كيقطروا القهوه، انا ما كنقطرهاش، كنستعمل القهوه الفوريه، كندوبها بالماء ما شويه يكون دافي وكنخليها تبرد شويه. وكيستعملوا هما يا حتى واحد تيقولوا لي لكيور، ما عرفتش تيقولوا لي بالعربيه، باش يعطي الناس، ما حنا ما كنستعملوهاش. غندوزوا للطريقه. غنفرقوا صفات البيض على بيض البيض. كما كتشوفوا لان كنستعملوا صفات البيض وكنستعملوا بيض البيض بجوج، يعني تبع الطريقة سهلة وكتجي بنينة يعني جديدة. كنحطو بيض البيض هنايا وندير أخرى. حاولوا حيدوا كاع بياض البيض اللي كاين من الطريقه مزيانه. كنديروا صفات البيض هنا، كنديروا ثلاثه معالق سكر، معالق كبار، كنضربوا هاد البيض هذا ديالنا حتى كيولي كريمي. ها هو تخلط كما كتشوفوا. غنضيفوا ليه الماسكاربوني. البرمجة كيكون شوية ثقيل، كنحاولو ناخدو داكشي اللي لاصق في الجناب. غادي نخلطو بالخلاط، ولكن نحاولو نساعدو بشوية تاع معلقة هرسو باش يجينا ساهل. ديسير هذا بحال دابا الا بغيتي تقدميه في العشيه، ديريه الصباح بكري
ولا من الاحسن ديري ليله قبل. انا دائما تنصايبو ليله قبل كيجي زوين. دابا غنستعملو الطراب. هنا كاين بيض البيض، السكر والماسكاربوني، خلطناهم بجوج. غندوزو ونضربو الكريمة ديالنا، لكن مع حنا غنستعملو خلاط واحد، خاصنا ولا بد يعني ما بين تخليطة وتخليطة نغسلو هاد اسميتو ونشفوه مزيان. انا ما كنظنش هادي اثر على الكريم، ولكن يقدر ياثر على سميتو الابيض تاع البيض. انا هي كنفضل نغسلهم يعني بجوج بهم، منين بغي نضرب البيض ولا منين بغي نضرب سميتو. زو نحطو هنا، نحتاجو غادي نجيبو بسل اخر وغنطربو الكريمه ديالنا هكا. شتي هانتوما سائلة، أنا كيما قلتليكم ونعاود، هاد الطريقة هادي دي الطريقة ليا أنا، يعني ماشي الطريقة اللي كيستعملو الطليانيين، يعني وصفة في طاليان يعني مختلفة بزاف. وفي أوروبا دايما تردو بالكم، متاخدوهاش إلا اللي سهل عليها ربي مشى أوروبا، مياكلوهاش في المطاعم لأن كيديرو فيها الشراب. انا بعد ما غسلت الطراب ديالي غنبدا نطرب. كما قلنا هادو غنغسلهم باش نطربو بهم بيض البيض. كاين دابا غندوزو نخلطو هاد الكريم بالصبار ديال البيض والماسكاربوني، خاصنا نديرهم شويه يعني عملية خاصها تكون شوية. نزيدو شوية أخرى، أنا درت غير ثلاثة السكر ديال ثلاثة المعالق ديال السكر عفوا، لكن اللي كيبغي شويه الحلاوه زايده يزيد معلقه اخرى، كاين المعلقه الاخرى يزيدها مع بيض البيض الا باغ. يعني هاد الديسير هادا زعما كاينة لي ما ضايقة التيراميسو يعني زوينة. أنا بالحق ما ضايقاش لي كتباع في الريستورانت هنايا ولا في الطاليان، أنا هادي لي ضايقة عاجباني كتجي زوينة. وتا أختي يعني بقيت لها عايشة مرة كلو تقريبا في الطاليان، تا هي كتقول لنا زوينة. بعد ما خلطنا الخليط غادي ندوزو نطربو بيض تاع البيض. كيما قلت لكم الا بغيتو الحلاوه الزايده تقدروا تزيدو معلقه تاع السكر البيض تاع البيض، بالحق ما تزيدوش. دابا تبداو تطربو تزيدو شويه بشويه، قلت غادي نبداو نطربو بيض تاع البيض بشويه. الخليط ديالنا الاولاني شويه باش ما لان البيض الخليط الا درنا بالزرب راه يتهرس. انا شوف كيف داير دير بحال الثلج. غادي نطربو هاكا بشويه، لا نخلطو ماشي نطربوه غير بشويه، طريقه دائريه هاكا كما كتشوفوا. كنظن انكم تتشوفوا كيبان. نصيحه
السيدات اللي حوامل ما يديروش هالطريقة هذه، لان البيض خضر ما مزيانش ليهم، يعني حتى لا تشهاوها يديروها بلا بيض، يديرو غير لاكريم و والفرماج ديال الماسكاربون. انا كيعجبني نخترع بالوصفات يعني الا كان شي طالياني يتفرج في هذا الفيديو هذا يقول لها دير ماشي تيراميسو، ولكن هذه تيراميسو ديالتي يعني. يعني بطريقه اللي تتعجبني انايا وكتعجب حتى تعجب الوصفه ديالتي. وهاد التيراميسو هادي زوينه، يعني تقدروا ديروها مع وليداتكم، كان شي بنيه ولا شي وليد عز عليه يدخل الكوزينه صايبوها معاهم. هي تردوا البال غير من القهوه، القهوه ملي تكون هكا شويه سخونه ما يقربوش لها حتى تبرد. البيض هنا كله درناه، كنديروه شويه بشويه باش ما يخسرش لينا. هانتوما كيما كتشوفوا الخليط ديالنا هو جانس كيما كتشوفوا هكا، كديروا شويه يعني انا ما كنبغيوش، الا درتي بالزربه هذاك بيض البيض غادي يتهرس وغادي يولي كله ما، يعني ما بقاش بحال الثلج ولي ما بحال كيما الثلج. الثلج دابا الا هزيتي بين يدك وبديتي تلعب بيه بالزر ولا تيدوب بحال هكاك البيض تاع البيض هكا. كنديروا النصيحه نعاود عاوتاني، العيالات اللي حاملين ما ياكلوش هاد الوصفه، حتى الا بغاو يديروا يعني تشهاو ما يديروش البيض، يديروا غير الكريم ويديروا ماسكاربون فريمون، خاصهم يدوبلو شويه المقادير. غندوزو عاوتاني كنديروا كنفزقو كما كتشوف البيسكوي في قهوه تنستو هاكا ها تنضلو كتشوفو كنحاولو نستو، ما نحاولوش نعطلو في القهوه لان هذا البيسكوي هذا غير كتدخلي ليه اي ماده سائله وكيولي رطب ويقدر تهرس لكم في يديكم بشويه. كما قلت لكم الا كنتو باغين هاد تيراميسو للغدا ديروها ليله قبل، الا كنتو باغين للعشاء ديروها الصباح بكري، يعني خاصها تبقى في الثلاجه، يعني قد ما بقات قد ما كتجي زوينه. هي لذيذة 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 كتجيني، كتعجب مالين داري. انا ما قلت لكم شحال تستعملوا، لان كل مرة كنستعملها في طبصيل، كل طبصيل كيهز عدد معين، يعني عينكم ميزانكم. وحتى نشاط لكم يعني ما يتلاحش الدراري صغار يعجبهم هذا البسكوي هذا راه ياكلو هكا، ولا مول الدار تصايبي ليه واحد كويس تاع اتاي وتعطيه ليه. هذا هاد القنيته هادي غنهرس هادي على جوج، غندير لها هكايا غنحطها في هاد القنيته هذا كما تتشوفو، يعني كتلعبي بهاد البسكوي كيما بغيتي. دابا ملي درناه هنايا غنجيبو الكريم ديالنا ونحاول نسرحوه بشويه، يعني ما نضغطوش على البسكوي ديالنا لان البسكوي ديالنا رطب. ديرو قبيله الشكلاط، انا نسيت ما قلتوش لكم كندردرو الشكلاط، تجي
نقول لكم على الشوكولاته ديك درت فيها قهوه كلها ولات محرحره. خاصكم غير تحطوها وتهزوها باش تقدروا تحكموا فيها. هانتوما كيما شفتوا هز لي ثلاثه الباكيات وجوج من باكيه اخرى وحده كنقسمها على نص باش نعمر هاد البلايصه هذه. كنظن كتشوفوا كنعمر يعني باش تعمر كلها. صافي ندوزو الخليط ديالنا. نبدا نديرو شويه كما قلت لكم بشويه لان الا درنا بالزربه ولا وركنا عليها البسكويت كله غيتبع لنا الكريم وغادي يتوسخ لنا الكريم الاخر. يعني تقدروا تسربوها في الطبسيل بحال هكا، تقدروا ديروها كويسات اي كويسات عندكم تقدروا ديروها. انا بغيت نوريكم جوج شكل، بغيتي ديروها بحال هكا يعني في التقديم تقدروا ديروها بحال هكا. يا نطرف الطبسيل ديالنا الشيء اللي وسخنا في الجناب غير بشويه، ما نقيسوش الداخل هكايا. كنشدو داك الشوكولاط اللي شاط لينا احسن ملي تسالي منه ديري في الثلاجه باش يبقى شاد لك في راسو. كنحاولو ندردروه هاك. هاد الشوكولاط هذا اختياري، هما في الوصفه ديال التيراميسو ما تيديروش، ولكن راه بزاف اللي ما تيديروش التيراميسو درتو انا هكايا. شوف الكويس ديالنا تا هو هي ديرو هاكم بغيتي ديريه طبق عائلي بحال هكايا اللي يكونوا وليداتك هكايا. كانوا جايين عندك الناس وديري يعني في طبيصلات في كويسات تاع التقديم، ديري في كويسات تاع التقديم كديري بحال هكا. كنشدو الشوكولاط غبرا، هما في الطاليان تيديرو غير هاد الشوكولاط غبرا، مكيديروش هدا اللي محكوك. هدا اللي محكوك درت شويه الوسط ودرت شويه اللي شاط ليا درتو من الفوق. صافي كنديرو بحال هكا صافي من الفوق الفوق كلو. كتحاولوا تطرفوا عاوتاني الجناب لانه كيعمروا الشوكولاط. شويه غير شويه ملي غتبقى في الثلاجه ما يبقاش هكا سميتو بحال تقولي غادي يفزك شويه بهذاك الخليط اللي لتحت. نديرو شويه على الكويس هذا نجيبو كاري ديالنا ونطرفوهم عاوتاني كما كتشوفو ونحطوهم في الثلاجة يا اما ليلة كاملة ولا من الصباح حتى العشية، لانه خاصو يبقى باش داك كلشي يتجانس. وندوزو طبق التقديم بات ليله كامله وجدات. انا موجده لختي حيت العيد ميلاد ديالها اليوم، هيا غادي ندير نكسب عليها وغادي نرجع معكم. زوقتها لختي، كنتمنى انها تعجبكم وغادي نوريها لكم في طبق التقديم. ما تحرموناش من لايك وشاركوها مع اصحابكم وعائلاتكم. شوف كي كتجي من الداخل كتجي زوينه، يعني تقدموها مع اي عصير مع اي حاجه. كنتمنى انها تعجبكم، ولا عندكم شي اسئله يعني طرحوها علينا ما كاين حتى شي مشكل ونجاوبوكم. كنتمنى انكم ما تحرموناش من لايك كما قلت لكم ومشاركه باش نقدموا لكم كل جديد. والى اللقاء.